ملون تلون سد الفرج. الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكور. هاديا ومبشرا ونذيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحته أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا آيسين، ولا تهلكنا بالسنين. لا إله إلا الله رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. وأدنا للضرع نزل علينا من بركات السماء، وتصلح باطننا وظاهرنا. اللهم أنت الله لا إله. ولاية طمنراس كباقي ولايات الوطن أقامت صلاة الاستسقاء في هذا مصلي العيد الذي حضره جمع غفير من ساكنة ولاية طمنراس، من طلبة المدارس القرآنية والزوايا ومن مختلف ساكنة ولاية طمنراس، التي أقيمت بناء على توجيهات السيد معالي وزير شؤون الدين والأوقاف، أقيمت بالنظر إلى ما يشهده وطننا العزيز عموما من جدب وقحط. فالإمام تطرق إلى ضرورة أننا نكف، أننا نرفع أكف الضرع إلى الله عز وجل، متوسلين له وطالبين منه أن الله عز وجل يغيث بلدنا الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.